الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية. أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بك رغدة. أهلا بك أميمة، وأهلا بحضراتكم. والبداية دائما بأبرز وأهم العناوين. الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الجيش اللبناني وقوات يونيفال، ويدعو للإسراع بانتخاب رئيس للبلاد. شركات الطيران العربية والعالمية تعاود تسيير رحلاتها من وإلى مطار بيروت الدولي مطلع الأسبوع المقبل. ونتنياهو يلمح إلى إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويقول إن الظروف قد تحسنت بشأن صفقة محتملة للإفراج عن المحتجزين. وأما البداية فمع تطورات الأوضاع في لبنان. هناك طريق للمفاوضة. حزب الله بقاوم الكوكب من الشام. Je tenais à saluer l'accord de cesser le feu agréé ce jour entre Israël et le Liban. Israélo-libanese que permet. Mr. Speaker, the ceasefire announced in Lebanon. أخاطبكم ونحن نطوي لحظة تاريخية. Good news report from the Middle East. من حق أهلنا أن يعودوا إلى أرضهم ويعيشوا بسلام. الله نصرنا. أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفال حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701. هذا وقد دعا الاتحاد الأوروبي السياسيين اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس البلاد لإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عامين. أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرسي هاليفي أن سكان المستوطنات بشمال إسرائيل يريدون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بكل حزم. وأضاف هاليفي أن سكان المستوطنات الشمالية لديهم رغبة قوية في العودة إلى المستوطنات بعد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ما وصفه بأي تجاوز من حزب الله سيتم الرد عليه بكل قوة. دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للضغط على إسرائيل لوقف خرقها لوقف إطلاق النار الذي تسبب بسقوط جرحى وأضرار مادية جسيمة. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد ميقاتي أن الجيش قد باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية، وأيضا التحضير لتعزيز انتشاره جنوب الليطاني. هذا وقد أكد الجيش اللبناني أن الاحتلال انتهك اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات بخروقات جوية وباستهدافات للأراضي اللبنانية. أضاف الجيش اللبناني أن قياداته يتابعون بالتنسيق مع المراجع المختصة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما إلى حين انسحاب حزب الله عن الحدود وخروج قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية. أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن شركات الطيران العربية والأجنبية ستعاود تسيير رحلاتها بنحو طبيعي من وإلى المطار بين 5 و15 من ديسمبر القادم. وقد قال الحسن إن شركات الطيران تتواصل معهم شفهيا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وقال إن الخطوط الجوية العراقية سوف تعاود تسيير رحلاتها إلى لبنان يوم الأحد المقبل، تسبقها رحلة تركية يوم السبت. أعلن وزير النقل العراقي رزاق السعداوي استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت الأسبوع المقبل. يأتي هذا في أعقاب تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى مطار بيروت الدولي سابقا بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وحتى الثلاثاء الماضي إلى 3961 شهيداً و16520 جريحاً. أضافت الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال الثلاثاء أسقطت 78 شهيداً و266 جريحاً. وأظهر تقرير الوزارة ارتفاعاً في عدد الشهداء نتيجة لإضافة من يجري انتشالهم من تحت الأنقاض. امتزجت عودة اللبنانيين إلى منازلهم بالقلق من أثار القنابل المدمرة، حيث خلفت الهجمات الإسرائيلية أكواما من الركام وفتحت الباب أمام أخطار عدة. لعل أبرز هذه المخاطر تسرب محتويات الردم الناتج عن القصف إلى المياه الجوفية والمشكلات الصحية الناتجة عن العدوان، كذلك الجثث العالقة تحت الركام. المزيد مع كريم حاتم. تحديات هائلة تنتظر اللبنانيين بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ، إذ أرخت الحرب المدمرة ظلالها على دورة الحياة في لبنان ما نتج عنها تحديات جسيمة. منذ اندلاع الاشتباكات في 8 أكتوبر عام 2023 حتى إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، نفذ جيش الاحتلال أكثر من 13 ألف غارة ضد اللبنانيين وقراهم وبلداتهم ومدنهم، نصفها فقط نفذ خلال الشهرين الماضيين. شهر أكتوبر الماضي يعتبر الأكثر عنفا في لبنان منذ بدء العدوان، حيث نفذت إسرائيل فيه أكثر من 3000 غارة، يليه نوفمبر بأكثر من 2000 غارة. استخدم الاحتلال في غاراته على لبنان قذائف فسفورية وذخائر عنقودية وقنابل تحتوي على اليورانيوم المنضب، وهي جميعها محرم استخدامها، كما أنها تعد قاتلة للتربة والأراضي وعلى مصادر المياه ولها تأثير طويل الأمد. ووسط جبال من الركام ومشاهد الدمار امتزجت عودة اللبنانيين إلى منازلهم مع القلق من آثار القنابل المدمرة، إذ خلفت الهجمات الإسرائيلية أكواما من الركام وفتحت الباب أمام أخطار عدة، لعل أبرزها تسرب محتويات الردم الناتج عن القصف إلى المياه الجوفية ومن ثم تلويثه، لتصبح بذلك قنابل موقوتة تحت الركام. يواجه اللبنانيون تحديا آخر ناتج عن العدوان الإسرائيلي، وهي الجثث العالقة تحت الركام، فانتشالها تحد صعب نظرا لعدم امتلاك فرق الدفاع المدني اللبنانية الإمكانات اللازمة للبحث عنها قبل تحللها، مما يهدد صحة اللبنانيين. إلى جانب الدمار في الحجر، أحدث العدوان آثارا عميقا في صحة اللبنانيين، إذ أوضح أطباء ومتخصصون أن عددا كبيرا من اللبنانيين سيواجهون مشكلات صحية تتنوع بين الربو والإصابة بأمراض القلب والسرطان والأعصاب وغيرها من الأمراض بفعل التعرض المتكرر للغازات والمعادن الثقيلة كالرصاص والنيكل وغيرها التي تبنى منها الصواريخ وكان غبارها يغطي دائما سماء لبنان. كما حذر خبراء ومتخصصون من الآثار المترتبة على تدمير الاحتلال البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود في لبنان، وما نتج عنها من تسرب كميات كبيرة من المواد الكيميائية المختلفة إلى الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، مما يحول هذه الموارد الحيوية إلى مصادر للتلوث والأمراض. على مدار أكثر من عام عانى اللبنانيون من ويلات العدوان الإسرائيلي عليهم، عدوان راح ضحيته نحو 20,000 شهيد ومصاب ودمر عشرات الآلاف من المنازل والبنايات. فهل تنجح المنظمات الأممية والدولية في محاسبة الاحتلال عن جرائمه، أم ستفلت إسرائيل كعادتها من العقاب؟ جاء قرار وقف إطلاق النار في لبنان كحلم لجميع العائلات التي أجبرتها الحروب على النزوح.
تعد لحظة العودة ورؤية ما تبقى في مدنهم أو ما آلت إليه الأمور هناك بعد أشهر طويلة من الحرب بمثابة خطوة مهمة رغم ما تحويه من ألم وحزن. أشهر ثقيلة من الحرب والدمار استطاع اللبنانيون طيها والعودة مجددا إلى ديارهم بعد ساعات فقط من إعلان وقف إطلاق النار وانتهاء سلاسل الموت والألم. ورغم قسوة المشهد وغياب الكثير من الرفاق إلا أنها كانت لحظة فارقة في حياة عائلة بزيح، إحدى العائلات التي أجبرها الاحتلال على ترك منازلهم والنزوح شمالاً بعدما دمرت آلته العسكرية كل شيء. أنا من ضيعة اسمها زبقين، بالمنطقة بيسموها عروس الجنوب. نحن محوطين بغابات سندية يعني حوالي 20,000 درهم، و اضطرينا ننزح. تهدم بيتنا ب 23 ايلول، اول بيت تهدم بالضيعة بعد ما تركناه بحوالي بين 5 و10 دقائق او بالاحرى 7 دقائق، واضطرينا ننزح على المنيا امام انقاض مبنى محطم وفوق اطلاله. وقف ذلك الرجل يسرد مشاهد الحرب التي رغم انتهائها ستبقى راسخة في مخيلته كدليل على بشاعة وجرم ما فعله الاحتلال بارضه على مدار اشهر عدة كانت محصلتها الاف الشهداء واطنان الركام والدمار. يعني انا ابن خي وحدين عمره 22، مش مزوج، اهله ما فرحوا فيه، يعني حرقت قلب لنا كل العمر راح يكون. وابن اختي كمان تاني كانت مرته حامل وخلق ابنه بعد ما استشهد، هو اول ولد كان عنده، كمان اول ولد بيجي كمان ما شافه يعني. ومنقول هنيئا لهم والحمد لله على كل شيء. المهم رجعنا، يعني غصبا عن اسرائيل وغصبا عن كل اعداء العالم رجعنا على بلدنا، ومنفترش الردم هون ومننام عليه. لم تكن ذكريات الحرب مجرد كابوس قد يتناساه اللبنانيون يوما ما، لكنها تاريخ مؤلم سيرافقهم دائما كألم عميق يسكن قلوبهم رغم العودة. وبعد وقف إطلاق النار عاد لبنان ليرتدي ثوبه المبهج مجددا رغم خنجر الحزن الذي لا يزال مغروسا بخاصرته، إلا أنه كان قوياً بما يكفي ليعي وأبناؤه حجم ومعنى تضحيات الآلاف من رجاله، فيرى في عودته نصراً وفي خسائره مصدر سعادة وفخر. نتحول الآن إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. شهداء، قصف، دمار، جوع، كش أكل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه قد يوافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وليس بإنهاء الحرب. وأضاف أيضا نتنياهو أن الظروف تحسنت فيما يتعلق بصفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور. إذا تصريحات تبدو إيجابية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هدنة وليس وقف للحرب، إنما وقف مؤقت بالنسبة لغزة، كيف تقرأ هذه التصريحات بداية؟ بداية تحياتي لكم أستاذة ميمة ولمشاهدي شاشتكم الكريمة. ونتنياهو بالتأكيد يعود اليوم ليعلن أنه قد يقبل على هدنة في غزة، ولكن هذه الهدنة بالتأكيد يريدها مجانيا، وهو لا يجزم في ذلك، فهو يقول قد يوافق، وهذا تحت طائلة الضغط الإسرائيلي الداخلي وبخاصة من ذوي الأسرى وأهليهم الذين باتوا يعودون إلى الضغط على نتنياهو والخروج إلى الاحتجاجات، خاصة بعد توقيع اتفاق
لبنان وإنهاء الحرب في لبنان، فبالتالي هم الآن يطالبوا أن يقدم ذات الهدنة وذات التهدئة وذات الاتفاق في غزة لعودة أبنائهم، فيريد أن يمتص الشارع الإسرائيلي من جهة ويخفف عن الضغط الدولي الذي يمارس عليه منذ فترة طويلة، وبخاصة ما أسفرت عنه مؤخرا محكمة الجنايات الدولية وغير ذلك. لكن في حقيقة الأمر نتنياهو غير مأمون في هذه التصريحات، وهو لا يمكن أن يكون جدي في هذا التصريح، لأن واقع الأمر ما يطرحه على المائدة في كل جولة من الجولات يعود ليختلق اشتراطات جديدة ويجعل الطرف الآخر يرفض هذه الهدنة، وهكذا دواليك ليخرج إلى الشارع الإسرائيلي وكأنه يريد أن يستعيد الأصل. فلا يمكن أن تتم هذه الهدنة ويتم هذا الاتفاق تحت طائلة استمرار الحرب الذي هو يؤكد عليها في هذا التصريح، فهو يريد أن يحدث هدنة مؤقتة أو تهدئة مؤقتة يستعيد فيها أسرى الذين واقع الأمر أيضا لا يهمه أمرهم، ولو كان الأمر كذلك لكان منذ فترة طويلة وقبل أن تتمدد الحرب طولا وعرضا في قطاع غزة على مدار أكثر من 400 يوم حتى راح ضحيتها العديد من الأسرى والرهائن في قطاع غزة، فهو لا يولي اهتمام للأسرى، لكن واقع الأمر أنه يريد أن يستميل الشارع الإسرائيلي وأن يحاول أن يطيل أمد الحرب تحت وقع أنه استطاع أن يسترد بعض الأسرى، وهي هدنة متدرجة في إطار المساعي التي تقوم فيها العديد من الدول لإعادة إحياء مسار هذه التهدئة، وبخاصة الرئيس بايدن الذي يضغط بهذا الاتجاه. لكن واضح أن نتنياهو لا يمكن أن يعطي هذه الهدية لبايدن قبل مجيء ترامب، ولذلك سيحاول شراء المزيد من الوقت والمراوغة التي باتت معهودة على نتنياهو طيلة فترة تلك الحرب، وهو يراوغ الداخل الإسرائيلي ويراوغ حتى الوسطاء ويراوغ المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف هذه الحرب التي طال مداها في غزة. نعم، ولكنه أيضا دكتور تجاوب مع جهود الوساطة المتعلقة بلبنان، وهي الآن الحرب قد توقفت حتى وإن كانت هناك بعض الخروقات، في حال ما إذا كان في هذه المرة صادقا، وبالطبع الرأي العام العالمي والساسة والجميع الأطراف المنخرطة في هذه العملية التفاوضية قد فقدت الثقة تماما في شخص بنيامين نتنياهو، ولكن إذا ما كان صادقا كيف ترى شكل هذه المفاوضات والنتائج التي من الممكن أن تفضي إليها؟ وشكل هذه المفاوضات سيكون باتجاه هدنة متدرجة مقابل بعض الأسرى ومقابل وقف إطلاق النار وإدخال بعض المساعدات إلى قطاع غزة، بما لا يوقف إطلاق النار ولا يوقف الحرب نهائيا. ولم يستطيع نتنياهو في هذه الفترة، ولا يمكن أن يقدم ورقة من شأنها أن يفاوض الكل بالكل، أي تبادل كل الأسرى مقابل إنهاء كل الملفات العالقة في قطاع غزة، فلا يمكن لنتنياهو أن يقدم على ما يمكنه إنهاء القتال والانسحاب من قطاع غزة، وهذا ما تضغط فيه أيضا الفلسطينيون ليرفضون هذا الأمر ويطالبوا بإنهاء الاحتلال وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر. ولكن نتنياهو يفرض وقائع جديدة على الأرض ويفكر في اليوم التالي، والهدنة بالنسبة لنتنياهو واتفاقات التهدئة هي ما يرمي إليه في اليوم التالي، ولذلك هذا يتطلب أيضا من الطرف الآخر في غزة ليقدم قراءة أخرى ويقدم أو يقدم على التفاوض على في هذه المرة. وقد أبدت حركة حماس في هذا الصدد أيضا استعدادها للنقاش والتفاوض والتعاطي مع أي مفاوضات جديدة. هل في هذه الحالة إذا ما كانت حماس منفتحة في هذه المرة من الممكن أن تفوت الفرصة على بنيامين نتنياهو للتعلل والتحجج بها ككل مرة في جولات المفاوضات السابقة؟ يجب أن تفوت الفرصة حماس وأن تنزع هذه الذريعة من يد نتنياهو، لأن نتنياهو يضعها حجة بكل تأكيد ويصر على عدم بقائها وعلى عدم وجودها في الوقت الذي حماس تصر على ضمانات بالنسبة لها ولوجودها ولبقائها في إطار السيطرة في بأي شكل في قطاع غزة، أو الحفاظ على حياة كوادرها أو قياداتها وما وممتلكاتها وغير ذلك مما يرشح حولها ما ترمي إليه أيضا حماس. لذلك حماس الآن أمام اختبار كبير، يجب أن تلتقط هذه اللحظة ويجب أن تتعاطى مع تختنس الفرصة وبخاصة مع مصر التي
من فكت أن تصل إلى هذا المستوى وأن تصل إلى تهدئة. ومصر التي تريد أن تنزع فتيل هذه الحرب يجب أن تستمع حماس إلى مصر وإلى الإطار الكل الفلسطيني، ويجب أن يعود الأمر إلى الكيانية الوطنية الفلسطينية وإلى منظمة التحرير الفلسطينية، ويجب على حماس أن تعود إلى الإطار الوطني الفلسطيني الجامع الذي يفضي إلى الضغط على إسرائيل دوليا وفي كل الاتجاهات من أجل وقف الحرب بشكل نهائي. نعم دكتور، وخاصة أن الوضع الإنساني في غزة قد فاق كل التصورات وكل العبارات التي من الممكن أن تصف مثل هذا المشهد العنيف البربري بكل ما تحمله الكلمة. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. قصفت طائرات الاحتلال منزلا شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة مما أسفر عن وقوع إصابات. كما استهدفت أيضا قوات الاحتلال بالرصاص سيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول للإصابات في مخيم النصيرات وسط قطاع. وفي الوقت نفسه أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 شهداء جراء قصف الإسرائيلي في بلدة عبسان شرقي خان يونس. وكانت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قد قصفت مجموعة من الفلسطينيين أمام مخيم نازحين، وذلك في بلدة عبسان، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. إلى ذلك أكد مدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن نحو 12 ألف مريض وجريح في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى إجلاء عاجل. أيضا أشار أدهانوم إلى إجلاء 17 مريضا وجريحا من غزة إلى الأردن لنقل 12 منهم إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجهم، مشيرا إلى أن 6 مرضى يحتاجون إلى علاج للسرطان ويحتاج الآخرون إلى علاج من إصابات الحرب. يعيش مئات الآلاف من سكان قطاع غزة أوضاعا إنسانية صعبة مع دخول فصل الشتاء. ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأغطية والملابس والأحذية إلى قطاع غزة في هذه الظروف، وفي ظل دخول موسم برد قارس وظروف إنسانية كارثية يتعرض لها أكثر من 2 مليون فلسطيني من أبناء القطاع المحاصر. أصبح الشتاء ضيفا ثقيلا على سكان قطاع غزة، فمع دخول فصل الشتاء الثاني منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ما زالت دولة الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإنسانية بما فيها من طعام وأغطية ودواء إلى القطاع المحاصر، على الرغم من دخول موسم برد قارس وظروف إنسانية كارثية يتعرض لها أكثر من 2 مليون غزي. مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة تركوا في العراء بعدما هدمت منازلهم على ممتلكاتهم وأمتعتهم، فلاذوا إلى الشوارع يتسترون بخيام بالية وأغطية مهترئة وأجساد هزيلة أضناها المرض في ظل ضعف وتلاشي المنظومة الطبية تحت وقع استهدافات الاحتلال. إسرائيل تسعى من منعها إدخال هذه الأساسيات إلى سكان القطاع لفرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين تؤدي إلى هلاكهم، وذلك ضمن جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي ترتكبها هناك. وعلى مدار أكثر من عام من العدوان دمر الاحتلال غالبية المحال التجارية والأسواق، فضلاً عن تقييد تنسيقات إدخال البضائع للتجار، وهو ما أدى إلى نقص شديد في المتطلبات المعيشية من ملبس وغذاء في القطاع المحاصر. الجرم الإسرائيلي يتنافى مع كافة القوانين الدولية التي تكفل حق الإنسان في الحصول على احتياجاته الأساسية دون أي عوائق، كما تلزم القوانين الدولية دولة الاحتلال بتوفير المساعدات كاملة غير منقوصة للفلسطينيين. عدوان مستعر وحصار تعسفي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة بهدف تفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية، إلا أن مخططات الاحتلال هي والعدم سواء أمام صمود أصحاب الأرض. قال وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إير سموتريتش، قال إن مجلس الأمن لن يعترف بفلسطين بنهاية عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
أشار سموتريتش إلى أن إسرائيل حصلت على وعد بعدم صدور قرار بمجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الفترة الانتقالية بالولايات المتحدة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10,000 مستوطن هاجروا إلى كندا هذا العام. وقد أوضح الإعلام الإسرائيلي أن 8,000 من أولئك المستوطنين الذين فروا إلى كندا هربا من ظروف الحرب قد حصلوا بالفعل على تصريح للعمل، مما يعني أنهم لا ينوون العودة إلى إسرائيل. يأتي ذلك بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن يدرس حاليا تعزيز حل الدولتين للقضية الفلسطينية. أوضح المسؤول الأمريكي أن إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات لتعزيز حل الدولتين قبل نهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. دعا مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى ضرورة تبني مبادرة السلام التي اقترحتها الدول العربية عام 2022 من أجل حل الدولتين للقضية الفلسطينية. وخلال الاجتماع الثاني للاتحاد من أجل حل الدولتين في بروكسل طلب بوريل الغرب بالإصغاء للمحاولات العربية الباحثة عن السلام وبعدم إخفال حقيقة التجاوزات الإسرائيلية. مبادرة طرحت منذ أكثر من عقدين من الزمان، كان الغرض الأول والأخير منها هو منح الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعودة اللاجئين، ويبدو أن الوقت قد حان لترى النور بعدما وارتها إسرائيل الثرى منذ لحظة ميلادها الأولى في قمة بيروت عام 2002. فالحرب المستعرة على قطاع غزة حالياً كانت دافعاً لأن يدعو منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دول العالم إلى دعم مبادرة السلام العربية، مشدداً على ضرورة أن تصل كافة تفاصيلها للمجتمع الإسرائيلي بعدما حاول قادتهم طيلة تلك السنوات إخفاءها عنهم. مبادرة السلام العربية عام 2002 قوبلت برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيريل شارون بحجج باطلة وأسباب واهية، زعم من خلالها أن المبادرة تجاوزت الخطوط الحمراء لدولة الاحتلال. مزاعم فندها بوريل خلال الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكداً أن المبادرة العربية تعد أفضل نموذج يمكن تقديمه لحل الدولتين، وأن العرب أكثر شعوب العالم دفاعاً عن السلام. تصريحات بوريل الغاضب من انتهاكات إسرائيل وسياسات الغرب تجاهها ربما كانت وسيلة الرجل الأخيرة نحو وضع حلول يمكنها إنهاء المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، فإنشاء دولة فلسطينية وإنهاء الحرب ومنح ذلك الشعب الحق في الحياة تعد بحسب بوريل طوق النجاة الأخير لإنقاذ مكانة الأمم المتحدة والقانون الدولي وضمان تنفيذ قراراتهما التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط. خطوة نحو السلام ومبادرة اقترحتها الدول العربية منذ 22 عاماً، إلا أن صوت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة كان أقوى من أن يستمع الغرب لها، حتى جاءت حرب غزة لتجبر الجميع على رؤية بشاعة ما يحدث والبحث عن سبيل حقيقي يمكنه ضمان عدم العودة لمربع الصراع والقتل مجدداً. هذه النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. هجومان روسيان بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية، وزيلينسكي يدعو حلفائه الغربيين إلى رد حازم على تهديدات بوتين بضرب كييف بصواريخ متطورة. وما الآن فمع تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
Новых технических решений. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بسماع دوي انفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف جراء هجمتين متتاليتين بالطائرات المسيرة. وقد صرح عمدة كييف بأن الدفاعات الجوية نشطة للغاية حاليا في العاصمة، وذلك وسط هجمات بمسيرات روسية. وأشار إلى تضرر عيادة طبية نتيجة لسقوط شظايا إحدى المسيرات وإصابة حارس العيادة وفقا للتقارير الأولية. إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قال إن ترويج زعيم الكرملين فلاديمير بوتين للصاروخ الروسي الفرد صوتي الجديد يهدف إلى تعطيل محاولات إنهاء الحرب. أضاف زيلنسكي في خطاب مصور أن بوتين يحاول إحباط جهود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب. من الواضح أن بوتين لا يسعى لإنهاء هذه الحرب، والأكثر من ذلك أنه يريد أن يمنع الآخرين من إنهائها. إنه يواصل استخدام صاروخه أوريشينك ويرغب في تصعيد الموقف إلى الحد الذي يجعل محاولات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب غير ممكنة التحقق. لذا يجب أن نرد على محاولة روسيا إطالة أمد هذه الحرب، والآن هو الوقت المناسب لتعزيز موقف أوكرانيا وشركائها ومواجهة أي ابتزاز روسي برد صارم. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف الأستاذ محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. بداية، كيف ترى تأثير الاستراتيجية الروسية المتمثلة في تصعيد الهجمات على كييف بالصواريخ والطائرات المسيرة على التوازن العسكري والسياسي بين روسيا وأوكرانيا؟ مساء الخير. يعني حقيقة يمكن القول أنه حتى قبل نصف دقيقة من الآن انتهت الغارات الجوية على العاصمة كييف. تم إبلاغ سكان العاصمة بزوال الخطر، ولكن هذا ليس يعني نهائيا. كانت هناك يعني ضربة جوية في 9 مساء بطائرات الشاهد الإيرانية، ألحقتها ضربة أخرى الساعة 12:00 إلى ربع بتوقيت كييف. أعتقد أننا منذ شهرين نعاني من هذه المسألة، وهي يعني الضربات بالطائرات المسيرة ليلا ونهارا على مدار 24 ساعة. صافرات الإنذار لا تنتهي من الإعلان عن خطر دائم. أعتقد أن الآن الروس أصبحوا يستخدموا استراتيجية جديدة، وهي إنهاك يعني الدفاعات الجوية الأوكرانية، وإنهاك يعني السيطرة على مقدرات الطاقة الأوكرانية وإضعافها أكثر شيء للتأثير على السكان وعلى المواطنين في العاصمة كييف وفي مختلف المناطق الأوكرانية. ما أستطيع القول به أن ما يحدث هذا المساء هو امتداد للضربة الروسية الواسعة الصاروخية صباح فجر الخميس يوم أمس. فبالتالي أعتقد أننا يعني نعيش هذه المرحلة، مرحلة صعبة. العاصمة كييف تقريبا 70% منها تعاني انقطاع في الكهرباء، جداول إعادة الكهرباء وتنظيمها غير منتظمة في العاصمة، انقطاعات أثرت على مناحي الحياة. ولكن أعتقد أن الجانب الأوكراني هذا الثالث شتاء يعيشه في هذه الحرب. صحيح لا أنكر أن الأوضاع صعبة، ولكن يعني متأكدون بأن يعني أوكرانيا سوف تخرج من هذا الشتاء الصعب في مواجهة التهديدات الروسية المتزايدة. ما هو التقييم بالنسبة لفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية في التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ الروسية؟
يعني منذ بداية هذه الحرب أعلنت أوكرانيا احتياجاتها بالأسلحة المطلوبة لمواجهة روسيا، ومن ضمنها الدفاعات الجوية وخاصة نظام باتريوت وأنظمة أخرى ألمانية. أعتقد أن يعني الغرب أعطى لأوكرانيا هذه الدفاعات ولكنها غير كافية قياسا لمساحة أوكرانيا الكبيرة. فبالتالي أعتقد أن هولندا كما ذكرت بعض الأخبار يوم أمس مدت أوكرانيا بثلاث دفاعات جديدة من هذه الأنظمة، ولكن أعتقد أيضا أن هذا غير كافي خاصة المناطق التي على الجبهة في شرق البلاد وفي جنوب البلاد تعاني من خطر الصواريخ الدائم واليومي والعاصمة كييف. ولكن قدر الإمكان أوكرانيا تصد هذه الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة، رغم أن روسيا كما ذكرت أصبحت تستخدم استراتيجية جديدة في الهجمات على العاصمة كييف وعلى المناطق الأخرى. في بداية هذه الحرب كانت تكون هناك هجمة واحدة بمجموعة كبيرة من الطائرات، ولكن في الفترة الأخيرة هناك مجموعة كبيرة من الطائرات تهاجم أوكرانيا ولكن على فترات متقطعة ومن اتجاهات مختلفة ومجموعات أقل عددها مما كانت عليه في بداية هذه الحرب. فبالتالي هناك استراتيجية، ولكن الجيش الأوكراني يعني أصبحت لديه أيضا خبرة في التعامل مع هذه الطائرات حتى لا يستنفذ كل دفاعاته الجوية. أيضا كيف يمكن للدعم الأمريكي والغربي المتزايد سواء كان عسكريا أو اقتصاديا أن يغير من معادلة الصراع؟ وهل يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الحرب أم تسريع نهايتها؟ يعني حقيقة الدعم الغربي يعني الذي استلمته أوكرانيا منذ بداية هذه الحرب أدى إلى صمودها حتى الآن، ويعني وأدى إلى فشل روسيا في تحقيق أهدافها التي يعني لم تكن يعني روسيا تعتقد أن الحرب تمتد إلى حوالي 3 سنوات. فبالتالي أعتقد أنه الدعم هذا هو الذي أدى إلى صمود أوكرانيا، ولكن علينا أن نعترف أيضا أن هذا الدعم غير كافي، وحتى الدعم الذي يصل إلى أوكرانيا هو دعم بطيء ودعم مشروط. أعتقد أن التصريح الأوكراني باستخدام أسلحة وصواريخ طويلة المدى في عمق الأراضي الروسية في الآونة الأخيرة يعني من شأنها أن يغير نوعا ما بالمعادلة رغم التهديدات الروسية، وعلى الأقل نستطيع القول أن أصبحت هناك يعني معادلة الرعب مقابل الرعب والإيذاء مقابل الإيذاء. ولكن أعتقد أننا يعني على شفا أن نصل إلى هذه المرحلة. الرئيس الروسي بوتين يهدد باستخدام صواريخ متطورة في مراكز صنع القرار في العاصمة كييف أو في مناطق أخرى، ولكن أعتقد أن هذه الصواريخ يعني التي مثل ستورم شادو يعني لها أثر سيكون في المستقبل في معادلة ردع الجانب الروسي عن يعني تنفيذ كل مخططاته. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من كييف الأستاذ محمد العروقي الكاتب والباحث السياسي. والآن ينضم إلينا أيضا ولكن من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. يبدو أن لديك غيث الجديد ولديك مشاهد ولقطات حصرية للقاهرة الإخبارية كانت منذ قليل، ما هو الجديد؟ نعم، بالفعل قمنا بتوثيق عملية الدفاع الجوي لتصديها لمجموعة من المسيرات التي دخلت الأجواء الموقع الإداري للعاصمة الأوكرانية كييف، حسب البيانات التي صدرت من قبل سلاح الجو الأوكراني التي أكدت دخول مسيرات من منطقة تشيركاس جنوبي شرقي الأراضي الأوكرانية صوب العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى تسجيل مسيرات دخلت من مقاطعة تشيرنيهف إلى العاصمة الأوكرانية كييف. استمرت حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف ما يقارب الساعة 44 دقيقة. كانت فيها مناورات لمسيرات من طراز شاهد استهدفت 2 على الأقل أو سقط حطام كما ادعى عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، مسيرتين أحدهما في مستشفى أو مجمع لعيادات طبية كان الأضرار فيها هي بالغة، كما سجلت إصابة أحد الحراس العاملين في تلك المؤسسة الطبية، بالإضافة إلى تسجيل سقوط حطام لمسيرة أخرى أيضا في الضفة اليسرى من العاصمة الأوكرانية كييف. لم يحدد جهة تلك المنطقة ولكن اكتفوا
بالقول بأنها ذات طبيعة مدنية، بالإضافة إلى الأضرار سجلت فقط مادية ولم تسجل أضرارا في الموارد البشرية. أما أيضا تم تسجيل إصابة أحدى مسيرات من طراز شاهد منطقة تشورنميسكي، وهي تقع في الضفة الجنوبية من مقاطعة أوديسا والمحاذية والملاصقة بالفعل لنهر الدانوب الرابط ما بين رومانيا وما بين أوكرانيا. حتى هذه اللحظة لم نتأكد من صحة المعلومات التي وصلت من خلال الوسائل الإعلام التي أشارت باستهداف أحدى مراكز نقطة التفتيش أو المنطقة الحدودية ما بين رومانيا وما بين أوكرانيا، وتم تسجيل حطام وتدمير في المنشآت المدنية، لا سيما بأنها منطقة مكتظة في نقل البضائع التي تستخدمها أوكرانيا عادة لعبور الشاحنات من نهر الدانوب من الضفة التي يسيطر عليها الجانب الأوكراني عبورا في العبارة إلى الجانب الروماني، حيث وقع الاستهداف على حسب وسائل الإعلام الأولية حتى هذه اللحظة. إذن ما زالت حتى هذه اللحظة 35 مسيرة تجوب سماء الأراضي الأوكرانية، يشير المراقبين منذ لحظات عن إمكانية وصول تلك المسيرات إلى 155 مسيرة من طبيعة هذه الاستهدافات الناتجة، ولا سيما بأن العاصمة الأوكرانية كييف رفعت حالة التأهب الجوي، ولكن بقيت مقاطعة كييف تحت الإنذار وحالة التأهب الجوي، مما يعني بأن مسيرات أخرى سوف تدخل من منطقة سومي ومن المنطقة الجنوبية من الأراضي الأوكرانية، لا سيما بعد دخول أكثر من 10 مسيرات من منطقة أوديسا باتجاه الشمال والشمال الغربي من الأراضي الأوكرانية. حتى هذه اللحظة هناك سماع جوي انفجارات متكررة تصلنا عبر وسائل الإعلام الخاصة بالصحفيين هنا في الداخل الأوكراني، تشير بأن أعمال الدفاع الجوي بدأت بالفعل بالعمل في منطقة تشيركاسي، في منطقة تشيرنيها، في منطقة سومي. هناك الآن عملية استهداف براجمات الصواريخ، إذن أيضا هذا خبر عاجل يؤكد بأن القوات الروسية بدأت بقصف مدينة سومي براجمات الصواريخ، ولا سيما بأن خاركوف الآن تشهد أيضا أعمال دفاعية لتصدي أو لمحاولة التصدي لمجموعة من صواريخ S-300. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من كييف غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية. وفي أخبارنا الاقتصادية نتابع. رئيسة المركز الأوروبي تحذر من اتخاذ الدول الأوروبية لتدابير انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. البداية من مصر، حيث قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن خط الرور النقل البضائع مع إيطاليا سوف يستهدف تخريج زمن رحلة تصدير البضائع المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أعقاب احتفالية بدء تشغيل أول سفينة نقل يتم تشغيلها على خط الرور المصري الإيطالي. الحمد لله النهاردة بعد يمكن أكتر من سنتين من التفاوض والعمل الشاق ما بيني وما بين يعني ما بين الحكومة المصرية وما بين الحكومة الإيطالية، استطعنا النهاردة أن احنا نحتفل معا بإطلاق أول سفينة مصرية بتنقل بضائع مصر وصادرات مصر إلى أوروبا كلها في وقت بيختصر، يعني بهذا الخط بنختصر المدة الزمنية إلى أقل من النصف عن اللي كان الخطوط الطبيعية. ده معناه إيه؟ معناه أن هيبقى عندنا فرصة أكبر لصادراتنا أنها تزيد لأوروبا، وتحديدا الصادرات الزراعية والمواد الغذائية الطازجة.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغار من اتخاذ الدول الأوروبية تدابير انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وذكرت لاغار بمقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن الحرب التجارية لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد، وحثت الزعماء السياسيين بأوروبا على التعاون مع ترامب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة بالولايات المتحدة، محذرة من أن الحرب التجارية بين الجانبين تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي. يتوقع بنك جي بي مورغان أن تسمح الصين بخفض قيمة عملتها المحلية بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% كرد فعل على الحروب التجارية التي قد يشنها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقد أشار اقتصاديو جي بي مورغان إلى أن الصين هي الأكثر تضررا من هذه السياسات، ويتوقع أيضا بل يتوقع البنك أن يصل متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على بكين إلى 60% ارتفاعا من نسبتها الحالية البالغة 20%. نهاية النشرة، وهذه هي تذكرة بأبرز العناوين. الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم الجيش اللبناني وقوات يونيفال ويدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد للبلاد. شركات الطيران العربية والعالمية تعاود تسيير رحلاتها من وإلى مطار بيروت الدولي مطلع الأسبوع المقبل. ونتنياهو يلمح إلى إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويقول إن الظروف قد تحسنت بشأن صفقة محتملة للإفراج عن المحتجزين. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، وشكرا لك أميمة. شكرا لك رغدة، في أمان الله، إلى اللقاء.